وياه. ذكرت سابقا الخيل ما في حل وسط، اذا شغلك صح بيزين، شغلك خطا بشيء. اذا انت ماشي صح بتشوف نتائجك واضحه مع الحصان، اذا ما يركب احد غيرك، ما يقعد احد غيرك، بتشوف تحسن واضح في الحصان، خاصه في الامور اللي كان سيء فيها. اذا ركبك خطا بتشوف سوء واضح. ما هذا الشيء ما يعارض فكره ان الشخص كل ما تقدم في الركوب، كل ما كان تطوره بطيء، فما تلاحظ تغير ملحوظ، فتحس الحصان ثابت، مو ثابت، يتطور بس تطور بحدود. طبيعي الشخص اللي في الابتدائي تطوره سريع لان المواد سهله، المتوسط يكون تطور ابطا، مواد صعبه، ثانوي اصعب، جامعه اصعب وقت هذاك. بس كيف الخيل كل ما تطور ركوبك، كل ما تطلب اشياء صعبه، الحصان قاعد يتطور معك، يعني شنو يزين، لكن قاعد يعطيك على قد الشيء اللي تطلب اللي هو صعب، فيكون بالقطاره، قاعد يكون بطيء. ثانيا ذكرت سابقا الحصان مستحيل يخرب وشرك صح مستمر كما هو. الشيء الصحيح اللي ضبط الحصان صح على سنع، مستحيل فجاه الحصان يخرب بسببه. انسى كون الحصان زان ثم فجأة خرب، معناته يوم زان ما كان بالفعل زان، كان مجرب شيء معك وانت تتوقع انه زان، ثم مع الوقت سوى كرت اخر وغلبك فيه، او ان في احد ثاني ركبه وقاود اثناء ركوبك له وقودك له، فالحصان كان زين منه لما خلاه خرب. الحصان زان فعلا شيء واضح ولا عد ساء فيه ثم فجأة يسوء، انسى، سواء فيه او في الامور الاخرى، ما يمكن يكون العشوائي دي موجود في ركوبك. ولكن ممكن الحصان يكتشف كروت جديده تجعله اصعب من نواحي، مع انه خرب. يعني تركب الحصان عند مكان مخيف وترده وتحكمك مثالي، وصل لمرحله انه مهما كان كان خايف ما تشيل هم فرض انه يلعب يطيح عليك الى اخره، عسي في حصان خاص. مع الوقت مع تقدم ركوبك صار في نفس الاماكن دي لما يخاف متحكم في تحكم تام، ودرجتك احسن وخفت ركبت اكثر، بس بديت تصير حذر منه مثلا كمثال. ليش صار حذر الان وما كان حذر سابقا؟ لانه ببساطه اكتشف كرت جديد، مو بكرت جديد حاسك فيه، انت حسته فيك، يعني انت اللي حاسه مو هو اللي حاسك. حصان خفيف، حصان مرضي، حصان محترمك، لكن حار محل زياده، حذر زياده، وركبتها خفت ما شانت. زي بالضبط لما تركب حصان عسيف ويكون صعب في الطريقه دي، لو تقول ايش صعوبته، ماكو صعوبته انطلاق، ماكو صعوبته قمص، ما اشيل هم انه افقد التحكم فيه والخيل اخر اتحكم فيه، اشيل هم انه بيرضيني زياده ارضاء مو بقده، بيدق نفس ريوس حصاني، بكيع نفس كع حصاني اللي مدربه، بيوقف نفس وقفه حصاني، بس مو بقده، مو بجاهز له، بيطيح عليه. فاللي بتشيل همه مو بشيء يدل على فقدان التحكم، شيء يدل على ان الحصان موزون اكثر. فهل ممكن الحصان الموزون مره فجاه يعطيك شيء ما كان يعطيك اياه، ادى الى احترام؟ زيد وارده، مع انها صعبه لكنها وارده. لكن هذا ما يعتبر كرت استغله هو عليك. اما الحصان اللي اكتشف كرت حاسك فيه وبدا يخرب بسببه، معناتها الكروت الاخرى اللي كان زاين فيها ما كان زاين بالشكل اللي انت تتصوره. كان عايزك في امور وزين في امور، ولما اكتشف الكرت الجديد ده دقر لك فيه وحاسك. اما كرت تو يكتشفه ما حاسك فيه، انت حاسه فيه بس بالغ في ارضائك فيه، ما زال مرتبك، هذا ارضاء. لا تقارن حصان اللي انت شايل همه ارضاء زايد وخفه رقبه بحصان اللي انت شايل همه انه يحقرك ويقول فك يا شيخ وينطلق يسوي اللي يبغاه، هذا ارضاء وهذا حقران.